على كل حاجه، فلازم تنجح. لازم البني ادم اللي مش هيتحط هو كده في اداره الاعمال، حتى بيقولوا البني ادم اللي قاعد في الزون الراحه ده ما بيعملش حاجه. مظبوط صح. لكن طول ما انت محطوط تحت ضغط هتعمل كل حاجه. دي من ضمن الحاجات اللي تفرق الاهلي عن غيره من انديه الدوري المصري. انا دايما بتكلم ان نادي الاهلي اخر 20 سنه لا يقارن، لا يقارن كاداره، لا يقارن كجيل، اجيال بتسلم بعض، لا يقارن ككم بطولات، لا يقارن تنظيميا، اهدافا، طموحا، مسانده من جماهير. عشان كده في نجاحات، في نجاحات زي ما قلت لك هاني، ودي اهم نقطه في الاداره، ان دايما الادارات بتسلم بعض وهو ما فيش مشاكل قبل كده. الاداره اللي بتيجي بعدها بتشتغل على ورقه بيضاء، بتشتغل على اللي جاي، كله بيشتغل لمصلحه الاهلي. اللعيبه عندهم اهداف محطوط لها، اللعيبه، اللعيب لعيب، مجلس اداره مجلس اداره، الجهاز جهاز، منظومه شغاله بشكل ترس داير داخل، كله بيشتغل لمصلحه الاهلي. عشان كده في نجاحات كبيره جدا. عشان كده لما بتزرع في اي لعيب داخل النادي الاهلي ان هو يتطبع باوضه لبس النادي الاهلي، تتكلم على مقومات بطوله، مجلس اداره بيقدر يوفرها بشكل كويس. لما بتتعاقد حتى مع مدير فني تحط له رولز ان انت تقدر تشتغل عليه، مفيش مجلس اداره في النادي الاهلي بيحاسب راجل بالقطعه او بمكسب مباراه او بخساره مباراه، فبيحاسبه مؤسسه كامله، مؤسسه بتشتغل لمصلحه الاهلي. فدايما هنا هتلاقي نجاحات، دايما هتلاقي انجازات. عشان كده اخر 20 سنه النادي الاهلي في حته تانيه خالص. على ذكر المهندس عدلي القيعي، كنت قريت من كام يوم بوست كده انه كان بيحكي عن اسباب رحيلك يا كابتن احمد عن الاهلي، وانك ده كان قرار صارم من مانويل جوزيه بعد ما انت قلت له ان انت تمام بينما كنت مصاب، فلعبك ماتش المقاولين فعمل تغييراته فعمل تغييراته فاتصاب حارس المرمى او اطرد، كانت انا حكيت الموضوع معاك قبل كده، حكيت معايا بس عايز اسمع، لان هو قالها بطريقه ان انت السبب وراء انك مشيت من الاهلي بسرعه جدا بتصرفك. انا 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 جيت انا رحت الحج وجيت اول تمرينه ليا كانت ماتش رسم. انا اتمرنتش مع الفريق مفهوم، فلعبت وكنا بنلعب بطوله عربيه ودوري حد واربع حد واربع، فلعبت اربع ماتشات وبعد كده جالي وتر اكيلس وجالي شوكه عظميه. بعد طبعا بعد الاربع ماتشات دول رحت للدكتور احمد عبد العزيز حي يرزق يعني، وممكن نساله. الراجل قال لهم الراجل ده عنده التهاب، والالتهابات راح، فلازم الراجل ده يريح. تمام. فطب يريح ازاي؟ يريح خالص، لازم الشوكه دي تروح خالص، وفي جهاز كده لازم تصادمات وحاجات كده. فرحت عشان نخلص، المهم الموضوع ما انتهاش على كده. طب ريح، لا هو كان مصمم ان هو يلعبه. هو كان مصمم يلعب. الراجل هاني الفتره دي احنا اتعرض على جوزيه في الفتره دي باكات رايت كتير جدا. الحمد لله انا لعب 8 سنين في القناه، انا مش الحمد لله انا لعب 8 سنين مش لاعب جاي تختبر يعني. مفهوم. وانا في سنه 2000 كنت رايح للزمالك، كابتن حلمي طولان جه وبس نادي القناه طلب رقم كبير. فقبل ما اجي نادي الاهلي الحمد لله الواحد 8 سنين في دوري ممتاز، الحمد لله كان شايل نادي القناه على كتافه يعني. لكن انا في 3 شهور انا لعبت 18 ماتش، الاربع ماتشات الاولانيين دول زي ما قلت لك، وبعدين الاصابه، بقيه الماتشات انا جايب جول وعامل جولين. وبعدين يوم ماتش المقاولين انا كنت باخد كورتيزون عشان العب الماتشات، ما بتمرنش خالص. تمام. وفي الماتش دوت، الماتش اللي قبل النهائي لو تفتكر، كان انبي كسبنا 2-0 وبين الشوطين طلعت وطلبت من الراجل قلت له انا مش قادر وطلعني عادي خالص. في الماتش دوت احنا كنا كسبانين 1 وبعدين اتعادلنا، وبين الشوطين رحت انا طالب نفس اللي حصل في ماتش انبي. فقال لي لا هتاخد حقنه تاني وتكمل، فقلت له لا مش هاخد حقنه تاني. وانا كنت بالنسبه لي الموضوع كان صعب. وقبل الماتش كان سالك تلعب ولا لا، ولا ما كانش سالك؟ مش حقنه في العضل، حقنه في الغشاء في كعب رجلي. مفهوم. فموضوع كبير جدا جدا، قوتها وصعوبتها عمليه يعني. مش عمليه. كان قبل الماتش سالك تلعب ولا لا، ولا ما سالكش؟ لا طبعا، انا انا ما اتمرنتش ولا تمرينه في ال 22 يوم. انا مش بس عايز طبعا الناس تتضايق يعني. وبعدها هو اللي خد قرار بانك يعني لما ورطك في ان انت سبب خساره ماتش بين الشوطين. اللي حصل بالظبط، اللي حصل بالظبط بين الشوطين، ان هو دخل بين الشوطين كان عادل مصطفى وفيليكس ما كانوش موفقين. قال عادل وفيليكس اوت، فراح هم دخلوا الحمام بسرعه، فانا كابتن دكتور ايهاب انا مش قادر. فاروح اتكلم معاه عشان انا مش هكمل، فما تخلصش تغييراتك لان انا مش هعرف العب. راح قعد طبعا يتكلموا شويه، راح رجع لي المترجم احمد عبده قال لي لا لازم تكمل خد الحقنه. قلت له مش هاخد الحقنه. كان كابتن ثابت الله يرحمه، وموقف ده عمري ما هنساه له يعني. راح وقف وشد معاه وقال له الراجل ده بالظبط كده، انتوا بوظتوا رجليه فسيبوه. يعني الراجل واقفه بصراحه كابتن ثابت ما انساروش الموقف ده. من الناس
الناس الجدعان الرجاله يعني اصحاب المواقف. لكن الكابتن المهندس عبد الكريم كول اللي قاله دوت يعني مش عايز اقول كدبه، الراجل يعني يعني قد والدي يعني، مش عايز اغلط ويمبوظ الفرحه، لكن الموضوع مش بالشكل اللي هو قاله ده خالص. هو زي ما انا بقول لك كده، انا ما بكذبش، انا معروف يعني الحمد لله. تمام.